أيضا القادمة يأتي دور نجوى مع المركز الخامس. نجوى المتقدمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يقودها أحد الخبراء طارش بن مبارك بالقبع المنصوري في التضمير. هكذا متابعين الكرام، الخمس المراكز الأولى تتغير فيما بينهما المراكز، إلا سرابه المنطلقة مع المركز الأول تذهب بالصدارة وتبتعد مع البارع. هكذا النداء لهذا هذه المراكز الأولى. نقلتنا إلى المركز الذي يلي هذه المراكز مباشرة، يأتي دور من تحمل المركز السابع، مشهورة لهجن الرئاسة ويقود مشهورة في التضمير، صالح بن سعيد بالعرج المري في تضمير مشهورة وينطلق مع المركز السابع. بينما يأتي المركز الثامن ويأتي شعار سمو شيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم، يضمره سعيد بن سالم الجنيبي، يقدم لنا تو المنطلقة في هذه اللحظات وتو المسافة الجنيبي. بينما يأتي دور هملوله لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم مع المضمر سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي. هكذا هي النتيجة ونداؤنا لهذه المراكز، والنداء الأول لانطلاقتنا الأولى في أول أشواطنا في هذا المساء. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المراكز الأولى والمنطلقة في هذه اللحظات. هنالك التغييرات التي تجري وتطري على المقدمة. نجوى هي من تغير في هذه اللحظات، يقود نجوى في التضمير طارش بن مبارك بالقبع المنصوري مقدما لنجوى من الأسماء التاريخية ومن الأسماء التي سطرت الإنجازات وسطرت الحروف من ذهب. نجوى التي يعرفها التاريخ ويعرفها الخبراء في عالم سباقات الهجن. تأتي نجوى الأخرى بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر طارش بن مبارك بالقبع المنصوري مضمر الشرق الأوسط كما يطلق عليه، وهو من المحاربين القدامى. يأتي دور المركز الثاني، عادت إلى مقدمة الشوط سرابة ليأتي شعار هجن الرئاسة ليتقدم البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي ببراعة هذا الشاب الذي دائما ما يقدم لنا الإنجازات القوية ويقدم لنا الأسماء التي لا تنسى في ذاكرة الهجن. 4 كيلومترات قضيت ويتبقى مثلها، وهنا في هذه اللحظات المستحيل انطلق المستحيل، انطلق أسد الوثبة في كل مكان وزمان، لابد أن يضع لنا بصمة. تقدم مع الشاهنية، الشاهنية من هجن الرئاسة يقدمها المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري مع المركز الأول، ينطلق أبو الذياب مع صدارة هذا الشوط. يأتي دور سرابة مع المركز الثاني من هجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. النقلة إلى ثالث المراكز، ليأتي دور نجوى لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقبع المنصوري في التضمير. المركز الرابع، المركز الرابع، يأتي دور القادمة في هذه اللحظات عالية لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق محمد الأمين في التضمير. وهنا مصورين الأعزاء من كل مكان يرصدون كل ما يدور داخل أرضية ميدان عاصمة الميادين. انتقلنا إلى المركز الخامس في هذه اللحظات، والقادمة والمنطلقة مشهورة تنطلق بشعار هجن الرئاسة، يقودها صالح بن سعيد بالعرج المري في التضمير والعناية. المركز السادس،
من تتقدم في هذه اللحظات الشكلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ويضمرها مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي في التضمير. ايضا القادمة عالية لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك بن سالم الوهيبي، وهنالك القادمة ايضا والمتقدمة تأتي تو لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن سالم الجنيبي، ويا تو تونا عابرين جسر العبور، ويأتي دور هملولة. هنالك ايضا قادمه لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي في التضمير. هكذا متابعينا الكرام نداؤنا لهذه الاسماء المتقدمه والعوده الى الشاهينيه. الشاهينيه من تسيطر مع المركز الاول، وارى التحركات من سراب مع المركز الثاني ما بين الشاهينيه وما بين سراب شعار حجن الرئاسه، يتقدم مع المراكز الاولى وينطلق في هذه اللحظات الشاهينيه من حجن الرئاسه، وسراب ايضا من حجن الرئاسه. يتواجد الأصدقاء دائما وأبدا من أجل الذهاب والانتصارات. المستحيل راشد بن محمد بن سم المنصوري والبارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. هكذا ما يتبقى عن خط النهاية 2 كيلومترات اللي تفصل عن الفوز وعن الناموس، وها نحن نقارب من هذا المنعطف، منعطف الحقيقة اللي تبان بعد ذلك فيها النتيجة. والأمور ما زالت ما بين سراب وما بين الشاهينية. سراب من حجن الرئاسة، وأيضا الشاهينية بنفس الملكية لحجن الرئاسة. الحمر الخطر الذي دائما ما يسر النظر، يتقدمان ينطلقان من أجل الفوز. المنعطف الأخير، المنعطف الخطير والمستحيل والبارع من أجل الناموس الأول في عام 2015. من يدون نفسه ويدون اسمه كمضمرا مع حجن الرئاسة في عام 2015، أول الخاطفين لأول النواميس في سن الثنايا. يا سلام الله، انطلقت الشاهينية، تحركت الشاهينية، وسراب أيضا، سراب أيضا تسير بنفس الخطى من أجل الانتصار والفوز. الشاهينية مع المركز الأول، والمركز الثاني يأتي دور سراب مع المركز الثاني لحجن الرئاسة، وها نحن نقتحم الكيلومتر الأخير. الكيلو المثير، وتحرك المستحيل، تحرك المستحيل راشد بن محمد بن سم المنصوري، وقدم الشاهينية بشعار حجن الرئاسة، وانطلقت سراب أيضا لحجن الرئاسة. البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، والثنتين يباعدين المسافة، يباعدين المسافة، ولكن الشاهينية هي اللي صامدة حتى هذه اللحظة بشعار حجن الرئاسة. ويقدمها المستحيل، يقدمها أسد الوثبة. الله 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 يا أبو ذياب، ينطلق مع الشاهينية، وأيضا يأتي دور سراب لحجن الرئاسة مع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. هكذا التهنية والناموس لحجن الرئاسة على فوز الشاهينية في المركز الأول والمركز الثاني مع القادمة سراب. ونهني المضمر المستحيل راشد بن محمد بن سم المنصوري على انتزاع النقطة الأولى في الشوط الأول وفي اليوم الثاني من الشهر الأول لعام 2015. تهانينا لحجن الرئاسة، وتهانينا للمضمر راشد بن محمد بن سم المنصوري. المركز الثاني أوصلت فيه سرابة لحجن الرئاسة مع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. ثالث المراكز وصلت فيه عالية لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان مع سعيد بن مبارك الوهيبي. ورابعا وصلت فيه تو
اللي وصلت مع المركز الرابع لسمو شيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن سالم الجنيبي، وخامسا نجوى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، والمضمر طارش بن مبارك بالقوبع المنصوري. هكذا متابعينا الكرام الملخص لشوطنا السابق من أجل أن نتعرف على التوقيت الزمني، وتتابعونا عبر إحدى الكوادر عبر قناة بوظبي انطلاقة شوطنا القادم الخاص بالمهجنات، و12 دقيقة 50 وجزء من الثانية. تهانينا هجن الرئاسة وتهانينا للمضمر المستحيل. بينما اللي وصلت في المركز الثاني سراب 12 دقيقة 55 وسبعة أجزاء من الثانية، ثانيا ظل هجن الرئاسة وللباري عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، وثالث المراكز عالية لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيفان الهيان مع سعيد بن مبارك الوهيبي 13 دقيقة 4 ثواني وست أجزاء من الثانية. أرحب بكل المشاهدين عبر قناة أبوظبي، وأرحب بزملائي المعلقين دائما وأبدا متواصلين معي من عام 2014 إلى 2015.